وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب يعرف يعمل الإنجاز في أي مكان يروحه ونادراً ما يفشل، ولكن عشان تحقق الإنجاز لازم تكون عارف أنت مقبل كويس على إيه مع المدرب الصربي اللي هرب من بلده عشان الحرب وبقى يحارب الكل. خناقات مع الإعلام ومع رئيس اتحاد الكورة، خناقات مع لعيبة، وحتى لو وصل به الأمر يرفع دعوة ضد رئيس اتحاد الكرة الياباني في المحكمة. هو ده خليلوزيتش ببساطة. خليلوزيتش عرف الجمهور المصري بعد أدائه المبهر مع الجزائر في كأس العالم 2014، لكن الكتير ما يعرفوش أنه قاد الرجاء المغربي للقب الدوري مرتين وكمان دوري أبطال إفريقيا. توج ببطولات في سان جيرمان وليل ودينامو زغرب، لكن إنجازه الأهم هو قيادة ثلاث منتخبات للتأهل لكأس العالم، وهم الجزائر وكوت ديفوار واليابان. هو بنفسه اتكلم عن أهمية التأهل لكأس العالم وقت توقيع عقده مع المغرب، لما قال: رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022. لكن خليلوزيتش داخل في خلافات كبيرة في المغرب، أولها مع حكيم زياش اللي ما بينضمش للمنتخب من شهر يونيو اللي فات. وخليلوزيتش بيقول إن زياش غير منضبط وبيلعب لوحده، وقال تحديداً: لا مكان للاعب غير منضبط ولا يملك الروح وحب القميص وإن كان ميسي. مبدئي كان وسيظل منح الفرصة لمن ينصهر مع المجموعة وليس من يعتبر نفسه فوق الجميع. وتكرر الأمر مع عبد الرزاق حمد الله، لأنه على حد وصفه لما سأل عنه عارف إن عنده مشاكل كل لما بينضم. كمان دخل في خلاف مع نصير مزراوي لما أجبره على شرب المياه على حد وصف نجم أياكس. كمان الإعلام المغربي بيضغط عليه عشان يضم بدر بنون، وكل مرة كان بيكون في حجة مختلفة لعدم ضمه، لحد ما اعتذر له في مؤتمر علناً وقال إن هيفضل متابعه عشان يضمه في الوقت المناسب. لكن رغم كل ده تأهل منتخب المغرب لكأس أمم إفريقيا بدون هزيمة في التصفيات وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه. ومش بس كده، في تصفيات كأس العالم 2022 كان متأهل للمرحلة النهائية بالفوز في كل مبارياته 6 وباستقبال هدف واحد بس مقابل تسجيل 20. لكن في كأس الأمم في مشكلة تانية هتظهر على السطح واللي بتقلق المغرب رغم كل النتائج الرائعة، وهو أن تاريخ خليلوزيتش في البطولة شارك فيها 2 وما كانش كويس. المرة الأولى مع كوتيفوار في 2010 وودع من ربع النهائي ضد الجزائر، منتخبه اللي دربه بعد كده. ومع الجزائر في 2013 احتل المركز الرابع في مجموعة ضمت كوت ديفوار وتونس وتوجو وسجل 2 بس واستقبل 5. لكنه كان محظوظ بأن الاتحاد الجزائري ما قررش إقالته عشان يكمل طريقه حتى دور 16 في كأس العالم 2014 مع المحاربين. المغرب وقع في مجموعة تعد في المتناول مع غانا وجزر القمر والجابون. والمشكلة هنا اللي ظهرت على السطح مؤخراً إنه بسبب فوز الجزائر بنسخة 2019 أصبح خليلوزيتش مطالب بالعودة من الكاميرون بكأس إفريقيا، وده بسبب الحساسية بين البلدين والمنافسة الشديدة بينهم مؤخراً. الضغط ده خلاه في مؤتمر يقول علناً: الجميع هنا وحتى رئيس الاتحاد غاضبون وقلقون بشدة فقط لأن الجزائر هي من فازت بكأس إفريقيا. أنتم تفضلون الآن الفوز بكأس إفريقيا حتى على حساب الفوز بكأس العالم. نتائجنا ليست سلبية، وإن أردت رحيلي سأفعل. مع المغرب تتنوع طريقة لعب خليلوزيتش من 4-2-3-1 و4-3-1-2 وأحياناً 4-3-3، وحتى الآن ما خسرش غير ماتش واحد مع المغرب وكان ودي، وفاز 14 مرة وتعادل 5. ودلوقتي
بيستعد خليلوزيتش مع المغرب لرحلة جديدة في أدغال إفريقيا عشان كأس الأمم وحلم اللقب التاني. لكن هل اللقب ده لو ما تحققش هيقضي عليه وما يكملش تصفيات كأس العالم؟ أو يتأهل وتتم إقالته عشان يتكرر نفس الواقع الأليم اللي حصل مع كوتيفوار واليابان؟ ده هنشوفه في الكاميرون.